ابتسامة عريضة على وشي أول ما شفت نانسي صلاح. يعني مساء الخير. أنت عارفة أنا بحبك صح؟ أنت عارفة أن أنا بحبك صح؟ أنت بتضحكيني يا فيك يا ياسمين. وحشاني. عاملة إيه؟ وحشاني جدا ومش عارفة أقولك إيه ولا إيه. يعني بجد أنت بتضحكيني جدا. ربنا يخليكي ليا يا رب. ما حرمنيش منك أبدا ويا رب أعرف أضحكه كده على طول. ما بقاش دمي تقيل بعد كده. بس دمك مش تقيل خالص يا رب. ادعيلي. طب قولي لي، شغالة في حاجات كوميدي دلوقتي برضو؟ آه إن شاء الله داخلين فيلم لايت كوميدي ماما حامل مع أستاذة ليلى علوي وأستاذ ميمي فؤاد ومعانا حمدي مرغني وسلام وثروت. هتبقى لطيفة قوي. طب قولي لي، الناس لما بتشوفك، أصل أنا عندي إفيهات ليكي كتير قوي، بس أنت الناس لما بتشوفك بتقول لك إيه أكتر حاجة معلقة معاهم؟ دوسة. يا دوسة. وفي برضو لا دوسة وماري بتاعت أبو العروسة معلقة معهم جدا. واليومين اللي دول بقى دول عشان طلقتك نفسي في حلقة حكاية اسمها الخلفة فيها أبلة نجلة. أبلة نجلة دي يعني انت فهمتيها صح؟ بس الحمد لله طلعت تمام معانا يعني.